السلام عليكم. احنا صفتنا لي زومبيلونس بريفي كنتواجدوا ديما في مستشفى ديال الحسني. دابا ميم با ما كاملاش تقريبا واحد ساعتين ديال المكانه كانت جات واحد الحاله ديال كورونا ديال واحد السيد مغربي عايش في فرنسا. كان جا راسو حط الطوموبيله ديالو ليه، حنا واقفين ليه لداخل انا والسيكيريتي. جا سولنا قال لك اودي انا رانا فيا الاعراض ديال كورونا. قال لي مرحبا، يعني بعدنا منه وعطيناه شي امتار بيننا وبينه ودخل استقبلوه ودخلوه داروه في واحد الصاله منعزل بوحدو. وزعما راه السلطات زعما راه قايمه والوزاره ديال الصحه هي راه قايمه بالواجب. الوزاره ديال الصحه راه واخدين الامور بجديه. وهذاك الانسان جا حس بالاعراض، حس بشي اعراض يعني ديال اللي عالنين عليها، جا باش يدوز ياخذ الفحوصات ديالو هنا. ولحد الان هو راه كيتواجد لداخل وراه معاه يعني الاطباء راه كياخذوا ليه يعني فحوصات. وهادشي راه يعني هادشي راه بجديه، يعني ماشي زعما راه كاين الامراض رحنا والحمد لله راه ربي راه من جينا. هو جا راسو جا بلاصه السياره ديالو في موقف ديال السيارات وجا دخل لقانا حنا في الباب سولنا. قال لك اودي انا رانا في كورونا راه في الاعراض وبغيت ندوز، يعني دخلناه لداخل القسم ديال المستعجلات. ولداخل جاو هما خذاو جاو الاطباء وشدوه تما باش يتاخذوا معاه الاجراءات يعني العلاج. شحال تقريبا من ساعه هو تما لداخل؟ دابا تقريبا شي ساعتين ديال المكانه بالضبط، شي ساعتين ديال المكانه مع العصر بالضبط. من خلال ملاحظتكم ما شفتوه، شوف كيفاش الليطه ديالو مثلا؟ وهو فيه شويه ديال الكحبه كيكحب، يعني الاعراض راه باينه بين من وجهه، يعني فيه سخانه. هو جا باش يتاكد هادشي علاش جا. هو ملي دخلتوا معاه كيفاش استقبلوا هذوك الناس اللي دخلتوا معاه؟ ملي دخلنا معاه عطيناه بعدا لابيد على حساب الوجه ديالو باش الا هضر ما ينتشرش الفيروس. صافي دخلوه لداخل، يعني كيتعزل في واحد القسم بوحدو. وكيجيو ناس مختصين، يعني كاين اطباء اختصاصيين في الفيروس هما اللي جاوا راه باقيين معاه لحد الان، باقيين ما علنوش على الحاله 100% وراه هما دابا معاه لداخل. وبحال هاد الحاله هادي يعني راه كاين ناس كيجيو، ماشي حاله وحده دابا اللي جات، يعني راه جاو حالات هما ماشي وحده ماشي جوج، كيجيو كياخذوا معاهم الاجراءات كيديروا لهم تحاليل وكيتبين بان رانا ما عندهمش المرض. وهذا الانسان هذا اللي عايش برا راه باقيين دابا معاه، راه باقيين كيتاخذوا معاه الاجراءات باش كيتسناو يجوا التحاليل ديالو. ومن بعد راه الا كانت تبتت الحاله فيه راه كيديوه كيديوه يتعالج، ما فيش راه كيمشي في حالته المنزل ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وخاصه التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.